الشوط الأول الأخ سيد الطيب، لأنه اتصل بي أنا شخصيا بالكويتيين فيما يخص عربية الناظور، بعد اللي خادم مع سيد قرشي في الدخل. هذا العرض ديال هذا الفيلم، هذا هو العرض الثاني ديالي في المغرب فيما يخص المهرجان. هذا هو كان تعرض في الرباط ودار البيضاء في عروض خاصة. أولا ما عمري ما كنت من أنني غادي نجلس مع أخونة الأغنية العربية الأستاذ مرسل خليفة، اللي كنا كنعرفوا من الأغاني ديالو كانت كتغنى في كلامنا في البلد. وثانيا اللي بغيت نقول أنني شرف كبير بالنسبة لي أنني عرضت هذا الفيلم أو العمل البسيط اللي سميته أنا في هذه المدينة اللي أنا تربيت فيها وتعرفت فيها وخذت شهادة البكالوريا فيها في سنة 83، وبعد مباشرة مشينا هجرت لبلجيكا. علاش هجرت لبلجيكا؟ لأن كما تعرفوا أنه بالنسبة لواحد ريفي يعني كان أسهل عليه باش يهاجر لبلجيكا ولا يمشي يقرا في الرباط ولا في الدار البيضاء بأس هاجر في بلجيكا، لأن الشين دفاع سيبقى مع الرايدين الحقين ديني دفاع دي بلجيكا وهولندا وبريما. علاش الفيلم على الصحة؟ بزاف الناس اللي يسألوا لي هذه الأسئلة. أولا اللقاء ديالي مع ما يسمى القضية الوطنية أو قضية الصحراء أو ملف الصحراء في شقه الإعلامي والقانوني تلقيت فيه. وأنا يمكن اشتغل داخل الاتحاد الأوروبي كمخرج وصحفي يعني خرج في بداية التسعينات، وكنت كنشوف بزاف ديال التحركات ديال البوليزاريو والجزائر حول الملف اللي أنا ما كنتش كنعرف به حتى حاجة. والشيء الفضول ديالي هو اللي دفعني أنني كنبحث شوية على هذا الملف هذا اللي بحقيقة جرتو أنه ملف صعيب وشائك يعني كومبليكي كومبليكس. إلا قلت لك مثلا ما كنتش كنعرف بزاف على هذه الخلفية يعني كل جميع المغاربة ديالنا هما اللي ما تيعرفوش سميتو، خاصة أنهم كنعرفوا بأنه الملف كان من التابوهات في هذا البلد، يعني كان اللي تيقول ما كيمشيش مع الخطر الرسمي ديال المسلمين كيمشيو كيديروا الحبس ولا ولكن يعني سوي كي اوز باغي لا كيسيون الصحراء سميتو كان كيمشي للسي. يعني الحياة تتغير والتاريخ تغير، وقلنا أنني غادي نهتم بهذا الملف هذا، وشرطه بأنه ملف اللي بالنسبة لي أنا شخصيا تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج، وبعد الاكتشاف يعني من شي حقائق تاريخية يعني ربما عندي الحظ أنني كنمارس مهنة الإعلام السمعي البصري، قلت غندير ربما فيلم وثائقي. الأول قلت ربما هذا الفيلم غيستغرق ليا واحد 6 شهور ولا 8 شهور، ولكن استغرق ليا 3 سنوات نظرا لصعوبة الوصول إلى المعلومات. و ما عرفتش إذا كان متابعي هنا في هذه الساحة التي تبتعد عنا بقليل، وصلنا بأزيد من 712 بالضبط في الوثائقي. كان علينا أمام جميع الأفلام، لذا أعطينا رأسنا واحد مدة زمنية محددة باش نجعلوها آخر أجل باش توصل الأفلام المتبرعة. والأجل اللي أعطيناه هذه السنة هو 15 يناير. بعد 15 يناير وصلنا بالمئات، دابا ما عندي مشكل في الدار، كتقول لنا ما عندي مشكل حقيقي في الدار لأنه سي حسن دابا ما يعرف هذا الشيء. شكرا على هذا التكريم اللي حصلت عليه مواعظة تستاهل، ولكن من حطوني تكريم. سأكون في حفلة الختام سأقدم بعض من الأغنيات، وأنا بالحقيقة بحب نتحاور معكم مباشرة إذا كان هناك أي سؤال. أنا مستعد أن نتحاور حول أي موضوع يخص الأغنية، الموسيقى، الفرح، الغناء، أي شيء. يمكن هكذا نتبادل الأفكار مع بعضنا البعض. شو رأيك؟ أوكي.
وليحة طارئة أن أغادر القاعة ولم أحظى بمشاهدته، ولكن تتبعت هذا الصباح أشغال مناقشة العرض واستطعت أن